رجالة بشنبات بيترعبوا منهم، وأقل واحدة فيهم قد نخنوخ 10 مرات، واللي يعلي صوته معاهم يبقى ناوي على موته. قصة أخطر 5 ستات في مصر. الأولى المعلمة مناعة، إمبراطورة المخدرات اللي اتحدت وزير الداخلية وقالت له لو قدرت توصل لمخازن الحشيش بتاعتي هعمل لك تمثال دهب. اسمها الحقيقي نبوية عبد التواب، وأبوها كان تاجر مخدرات على قده، ولما مات اتجوزت واحد صاحب مطبعة وعاشت معاه بالحلال وخلفوا 4 بنات. لكن الراجل جاله مرض ومات، وبقت هي وبناتها الأربعة من غير مصدر دخل. ونبوية نزلت اشتغلت في تجارة الخضار، بس شافت أيام سودة من التجار اللي حواليها والبياعين اللي فضلوا وراها لحد ما طفشوها وقطعوا عيشها. وفجأة نبوية لقت المعلم اللي كان مشغل أبوها بيتصل بيها وبيعرض عليها تشتغل معاه مكانه، ودورها تاخد البضاعة وتبيعها. وطبعا ما كانش قدامها خيار تاني، وسنة ورا التانية كبرت لحد ما عملت إمبراطورية في منطقة باب الفتوح، وثروتها بقت بالملايين. ولما الداخلية خلصت على أسطورة البطنية عملت هي بطنية جديدة، وزباينها كانوا من القاهرة والمحافظات، وكانت موقفة نضرجية في كل مكان عشان لو البوليس ظهر. وفي بداية التسعينات المعلمة مناعة كانت بتدير سوق الحشيش في مصر كلها، والسر إن أسعارها أرخص من أي حد، وعمرها ما غشت في الصنف، يعني بتبيع حشيش بيور. وفضلت الشرطة وراها سنين مش عارفة تمسكها، لأنها مأمنة نفسها كويس قوي، ويشاء القدر تتمسك بحتة حشيش صغيرة ومجرد عينة كانت جايلها من برة عشان تشوفها. والداخلية كانت زرع عميل عند العصابة اللي بتورد، والراجل بلغ ان مناعة جايلها عينة، وتعملت خطة لحد ما وقعت في المصيدة وخدت 10 سنين سجن. وجوه سجن القناطر فرضت نفوذها، وال1200 سجينة اللي كانوا هناك كانوا تحت امرها، ووزير الداخلية ما كانش قدامه غير انه يبعتها للصعيد. ولما طلعت من السجن اتعمل لها احتفال من وسط البلد لحد باب بيتها، ومن اعز اصحابها فيفي عبده وماجدة الخطيب. التانية الست معدي او مدام موري، ودي ست بميت راجل وملهاش في الجو الشمال ده، بس اللي يقف قدامها يا ويلو. ام عدي اكبر تاجرة خردة في اسكندرية، والذهب عندها بالكيلو، ولابسة في ايديها ورقبتها اكتر من 5 مليون، ولقبها في اسكندرية المرأة الحديدية أو وزيرة الحنية، وأنتيمة صبري نخنوخ، والاتنين أصحاب الروح بالروح، وعلاقتها بتوصل لوزراء وأمراء في الخليج. مدام موري عندها 45 سنة، وعملت الفلوس من تجارة الخردة، وفتحت شركة عقارات، وبتستثمر في الأراضي والشقق بين القاهرة واسكندرية، وكانت متجوزة صاحب معرض عربيات كبير قوي، ومخلفة منه ولد وبنتين، والراجل كان بيعتبرها وش السعد عليه، ولما طلبت منه الطلاق واتطلقوا ما تحملش ومات بعد سنة واحدة. والكلام ده كان من حوالي 7 سنين. وبعدها أم عدي قررت ما تتجوزش تاني، وقالت ما ينفعش أخلف ولد واتجوز من بعد أبوه عشان شكله قدام الناس، وعشان لما أموت يترحم عليا. أما تالت أخطر ست فهي حورية كتكت، أكبر تاجرة هيروين في تاريخ مصر، وكان بيتقال عليها قاتلة الشباب وإمبراطورة الشر في الجيارة. حكايتها ابتدت لما اخوها كتكت سيطر على سوق المخدرات وخصوصا الهيروين، لحد ما اتقبض عليه فجأة ومات في السجن، وهي مسكت الراية وراه ولقبها بقى الحجة. وقدرت حورية تدير منظومة العمل وتوسع التجارة، والوكر بتاعها كان في الجيارة، لحد ما اتقبض عليها لحظة مدفع الافطار في يوم من ايام رمضان سنة 98، ويومها كانت خارجة ومعها شنطتها وجواها البضاعة ورايحة تسلمها لناس كبار قوي، لكن كان في إخبارية بالعملية، وأول ما خرجت من باب البيت اتمسكت، وطبعا قالت الشنطة مش بتاعتي، بس ربنا وقعها في وكلني يا بعقر. وحورية كانت بتحب الذهب قوي، وإيديها مليانة خواتم من الكبيرة، فوكيل النيابة خلاها تقلعهم وبعتهم يتحللوا، والنتيجة طلعت إن كل الخواتم مليانة آثار هيروين، وكان ده أهم دليل إيدينا، خصوصا إنه كان مزاجها إنها تعبي التذاكر بنفسها، فالخواتم كانت شاربة هيروين لما متكيفة، والمحكمة ادتها 10 سنين سجن. بيجي بعدهم الملكة ليلى الشبح اللي عندها ذهب يكفي بلد، وواخدة لقب صبري نخنوخ الستات. اسمها الحقيقي ليلى محمد، ومولودة في شبرا، وأبوها كان عنده صرافة، وليلى لما كبرت اتجوزت رجل الأعمال فؤاد الشبح، وخلفت منه 3 بنات، وفؤاد كان أول واحد يدخل عربيات المرسيدس عليها علامة الشبح لمصر.
وليلى كانت بتعشقه، ولما مات قررت تاخد لقب الشبح منه عشان اسمه يفضل موجود في الدنيا، وقامت بكل شغله. وجوزها كان ليه فلوس بالملايين بره، والمعلمة قدرت ترجع كل قرش وكبرت الشغل ودخلت مجال الانتاج الفني وعملت احلى فلوس. وليلى عندها جيش من الرجالة واقفين وراها، وبكلمة منها بينفذوا اللي بتقوله، وبتقف جنب اي حد ضعيف مش عارف يجيب حقه، وقعدتها العرفية الكل بيتكلم عنها، وحكمها بيمشي على اي حد. واخيرا المعلمة نجاح وشهرتها مسيد، ودي ملكة الحشيش وامبراطورة المخدرات في مصر القديمة. كانت عاملة اكبر دولاب وبتبيع حشيش وبرشام، وعملت ملايين واشترت بيوت في المنيب ومصر القديمة وحتت تانية كتير، ده غير الفلوس السايلة والذهب. وفضلت تشتغل سنين في الممنوع لحد ما ابنها مات في يوم بعدها اتقبض عليها في 2014. وانتم بقى يا ترى ايه رأيكم في الخمس ستات دول؟